المجمع المسكون السابع ببعدين. البعد الأول، قديش علينا مسؤولية نحن إنه نتمسك بإيماننا في زمن ما بدهم إيمان مستقيم قويم أرثوذكسي يعني. ولما بحكي أرثوذكسي ما بحكي طائفة، ولكن بتكلم عن الاستقامة، استقامة الرأي، لأنه ما بنقدر إنه نعبد الله إلا باستقامة الرأي. وفي عندنا لاهوت سليم، يعني إيمان صحيح غير شائب، ما في شوائب، لأنه إذا في شوائب ما بنقدر إن نوصل لعبادة حقيقية لله، لأنه فقط بالحق يعني باستقامة الرأي فقط بنقدر أن نعبد الإله الحقيقي، وأن لا نصنع إلنا آلهة على حسب مقياس كل واحد فينا حتى نكون مرتاحين ونعبد الإله اللي نحن بنرتاح معه. وهون إيمان كنيستنا الأرثوذكسية المقدس، إيمان الكنيسة اللي ثبت بالمجامع المسكونية السبع وكنيستنا الأرثوذكسية حافظت عليه طيلة 2000 سنة. والبعد الآخر في الإيمان هو كيف منا نقدر هذا الإيمان مستقيم الرأي إلا إنه نحن نعيش بموجبه، يعني تكون حياتنا كمان فيها استقامة، فيها حقيقة، فيها حياة روحية، ما نعيش من أجل هذا العالم الفاني، ولكن أن نعيش بالمسيح لكي نحيا مع المسيح إلى الأبد. وهون لما آجي وأتكلم في البعد الثاني عن المجمع المسكون السابع، اللي نحن بنعرف إنه تم في رفع الإيكونات. سمعت كثير وعظات عن رفع الإيكونات وعن إيمان الكنيسة بالإيكونة، وإنه نحن ما بنعبد الخشب ولكن بنعبد الأصل الموجود في السماء، ولكن نحن بنسجد سجود إكرامي أمام الإيكونات، مش سجود عبادي، لأنه فقط نحن نسجد ونعبد الله الواحد المثلث الأقانيم اللي بيسوع المسيح تجسد بالأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، تجسد من أجل خلاصنا. فبالتالي أبنائي اللي بدي أتكلم عنه اليوم عن الإيكونات والبعد اللي تكلم عنه أباء الكنيسة في المجمع المسكون السابع وهم يدافعوا عن الإيكونة، قديش مهم إنه الإيكونة يكون إلها موقع سليم في قلبنا، في بيوتنا، في مؤسساتنا، في كل مكان، إنها تكون موجودة، لأنها هي بتعطينا البركة، وهي جزء لا يتجزأ من هويتنا المسيحية الشرقية الأرثوذكسية. قديش بتألم لما بشوف في مدارس مسيحية ما في إيكونة، وبحكي البعض إنه ما في إيكونة لأنه نحن في مجتمع إسلامي. ومين حكالنا إنه المجتمع الإسلامي ما بدهم إيانا نكون مسيحيين أصليين ونتمسك بمسيحيتنا؟ ليش هيك منا دائما نكون ضعاف؟ ليش ما منا نكون حقيقيين مع أنفسنا قبل أن نكون مع الله ومع القريب ومع المجتمع اللي نحن عايشين فيه؟ المجتمع واضح تبعنا اللي نحن عايشين فيه إنهم بدهم إيانا نكون مسيحيين مش نكون مسلمين. فبالتالي من واجبنا إنه نحافظ على أصالة مسيحيتنا، وإنه مسيحيتنا تبقى في أصالتها، تبقى في جذورها الأصيلة السليمة الصحيحة،
وما ننجرف ولا هرطقات أو طيارات مسيحية اللي هي بعيدة كل البعد عن إيماننا وعن حياتنا الشرقية المسيحية الأرثوذكسية. فبالتالي قديش مهم في كل مؤسساتنا، في بيوتنا، في كل مكان، إنها تكون الإيكونة إلها مكانتها. وعندما نتكلم عن الإيكونة، ما المقصود؟ وهذا الجزء اللي بدي أتكلم عنه اليوم. أنا الإيكونة هي صورة الله فينا اللي نحن منحملها، وقديش مسؤولية كل واحد فينا يحافظ على هاي الصورة اللي خلقنا من الله على صورته لكي نصل إلى مثاله، أي أن نصل إلى الكمال والقداسة. فبالتالي برفعنا للإيكونات المقدسة نحن نرفع إيكونة كل واحد فينا. قديش مهم إنه نحافظ على إيكونة الله حية في قلبنا وفي ضميرنا وفي حياتنا. يعني إيكونتك أنت اللي هي على صورة أبوك السماوي اللي هو قدوس وكامل، قديش مسؤولية كل واحد فينا إنما نشوه ملامح هاي الإيكونة اللي هي مقدسة، لأنه نحن على صورة الله. هاي الصورة اللي نحن منحملها قديش مهم إنه نعتني أن تبقى مقدسة. وهذا هو أحد رفع الإيكونات اللي نحن منحتفل فيه بالأحد الأول من الصوم. ونحن اليوم بتذكار الآباء 350 اللي كانوا في المجمع المسكوني السابع، لازم نهتم إنه هذا بعمق هو مكانة الإنسان في داخل جسم الكنيسة وفي داخل التاريخ وفي داخل المجتمع. لما منكرم الإيكونة نحن منكرم الإنسان، وبتكريمنا للإنسان نحن منكرم الله اللي نحن على صورته. قديش مهم إنه نحافظ على هاي الصورة سليمة صحيحة اللي نحن بالمعمودية المقدسة. لما تغطسنا بجرن المعمودية محيت خطايانا، يعني يسوع حررنا من قيود الخطية ومن الفساد والموت اللي كان مستولي علينا. وعشان هيك نحن منتغطس بجرن المعمودية 3 مرات، يعني منموت حتى نقوم مع المسيح. عشان هيك مهم إنه نغطس أولادنا في المعمودية لما يتعمدوا. وعشان هيك كنيستنا المقدسة حافظت على هيك الشكل للمعمودية من خلال التغطيس الثلاثي، الموت والقيامة مع المسيح. في سر المعمودية كمان أخذت الميرون، وأخذت الميرون المقدس، مواهب الروح القدس. أصبح الإنسان هو مسكن لله، للروح القدس. أصبح كل إنسان كنيسة اللي فيها المسيح. هاي الكنيسة نقية لأنه يسوع افتداها بدمه، اللي أنت بمعموديتك متت مع المسيح وقمت مع المسيح، فأنت أصبحت مقدس لأنه المسيح قدسك بدمه الكريم على الصليب اللي مات من أجلك ومن أجلك ومن أجل كل واحد فينا. وهون بتنبع مسؤوليتنا على المحافظة على هاي الصورة في زمن ما بدهم الإنسان يكون له كرامة، ولا الإنسان يكون له شخصية، ولا الإنسان يكون له موقف. بدهم الإنسان يكون عبد ومسير لمنظومات عديدة بداخل المجتمعات. وكل ما للإنسان ما بقع بعبودية من أشكال متعددة حتى يقيدوا حريته، مع إنه حضارتنا بتتكلم عن الحريات
وعن حرية الأديان وحرية وحرية وإلى آخره من الحريات الشخصية والاجتماعية والسياسية وإلى آخره من الحريات، في حين إذا منتمعن بعمق بروح المسيح في مجتمعاتنا رح ندرك إنه نحن في أبشع أنواع العبودية ماشيين. ما بدهم إيانا أحرار، ولا بدهم إيانا يكون إلنا موقف رأي، ولا بدهم إيانا نكون مع المسيح. وعشان هيك بتشوفوا كثيرين ما في عندهم شخصية، هم منقادين، يعني لازم نلبس قصير، منلبس قصير لأنه هيك الموضة. عن أي موضة منتكلم؟ موضة المسيح أم موضة العالم ورئيس هذا العالم اللي هو الشيطان؟ لازم نحدد وين بدنا نكون. كتير مهم إنه نحافظ على صورة الله من خلال الحشمة، وهذا شيء مش موجود في مجتمعاتنا. عمالنا ماشيين في حضارة التعري، والتعري إذا مننظرها بعمق هو رخص للإنسان، هي نظرة جسدية للإنسان اللي بالتالي يقيم بهاي النظرة اللي هي في الفعل شو هي بالنسبة إلنا. بالنسبة إلنا هي ثانية، لأنه هذا الجسد شو رح يصير فيه؟ رح يأكله الدود. هذا الجسد شو بيكون؟ بيكون كيس معفن. سامحوني رح أحكي بعض مصطلحات حتى نصحى. كيس معفن اللي بعد أكل من يوم من الموت بيطلع ريحة كريحة، منا بسرعة نروح وندفنه. ولكن هذا الجسد فقط مع المسيح بتقدس. عشان هيك عنا عظام ورفات القديسين. شوفوا القديسين، ليش نحن منكرم رفات القديسين؟ لأننا منكرم صورة الإنسان، صورة الله في الإنسان. وعشان هيك قديش أهمية الإنسان لما يتقدس، كيف حتى الطيب بيطلع من جسده. بتذكر لما رحنا نفتح قبر القديس الشهيد في لومينوس اللي استشهد عنا في بير مار يعقوب، لما رحنا فتحنا أنا كنت موجود وكنت ماسك إيد البطرك ذيوذروس، كنا جايبين معنا صندوق صغير اللي بدنا نحط فيه عظامه، هيك فكرنا. ولكن لما وصلنا عند التابوت اللي كان معطب، لما أجا الفاس فيه رأسا انفتح، في كل المقبرة فاضت ريحة عطرة، ريحة طيب، ريحة بخور، الكل شم هاي الريحة العطرة اللي طلعت من القديس فيلومينوس. ما طلع عفن ولا طلعت ريحة كريهة، ولكن طلع طيب. هاي هي القداسة اللي نتكلم عنها، هاي هي حضارتنا، هاي هي حضارة وثقافة وإيمان أبائنا وأجدادنا. نحن شو أصبحنا؟ وين نحن؟ بأي حضارة؟ بأي مفهوم نحن؟ هيك عنا الشهداء والقديسين والقديسات أبنائي. وقديش مهم إنه اليوم ونحن بنحيي تذكار المجمع المسكون السابع، أباء المجمع المسكون السابع، نشوف كل واحد فينا على مسؤوليته الشخصية في كيف بده يحافظ على صورة الله حية في قلبه، وكيف صورته بدها تكون طليق بالمسيح، حتى مين بيشوفك يشوف المسيح من خلالك. نعم، قديش مهم إنه نكون هيك حتى كل واحد فينا لما نشوف الآخر نشوف المسيح الموجود في الآخر. عشان هيك حكى المسيح لما حكوله وإمتى شفناك مسجون أو عريان
أو عطشان أو جوعان وما أتينا وخدمناك. حكى لهم ما فعلت بأحد إخوتي الصغار فبي فعلتموه. فمعناته كل واحد فيكم هو المسيح. وعلى هذا الشكل سندان يوم الدينونة. شو عملنا مع القريب اللي هو المسيح اللي أنت بتعيش معه ومنعيش معه؟ هاي هي علاقة المحبة ورباط المحبة اللي بربطنا مع المسيح لما يكون عندنا موقف سليم وصحيح أمام صورتنا نحن كأفراد بداخل المجتمع ومؤسسات المجتمع. فربنا أبنائي يبارك ويعطي كل واحد فينا إن نبرز المسيح زي ما حكى إنجيل اليوم، لا يمكن أن يوضع تحت المكيال بل على المنارة ليضيء للجميع. هكذا فليضئ نوركم أمام العالم، أمام الجميع، ليروا أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. ربنا يأهل كل واحد فينا إن نكون أمناء على حمل هاي المسؤولية، حتى لما نلاقي الله أن يكون لنا جواب حسن مقبول لدى منبر الرهيب اللي رح نمثل أمامه كلنا لكي ندان. بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين، أمين.